السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الله يقول أنا أؤمن بحرية الاعتقاد في العبادة، فاليهودي له حق التعبد. الله العافية، هذا إلحاد، هذا كفر. يؤمن بحرية الاعتقاد، نعوذ بالله، ما في حرية بالاعتقاد. الاعتقاد لا يكون إلا بعبادة الله الذي خلقهم لعبادته، وهم بحرار، هم عباد مخلوقون لعبادة الله، هم عباد شاءوا أم أبوا. ولذلك من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار، لأن الإنسان عبد مهما كان فهو عبد، عبد لهواه، عبد لشهوته، عبد للطاغوت، عبد هو عبد. لا، لكن إذا عبد الله انجلت عنه هذه الأمور كلها، وإذا ترك عبادة الله ابتلي بعبادة هذه الأشياء. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،